الأماكن الصديقة للطفل هي المساهمة في تكوين جو آمن للأطفال حتى يتمكنوا من خلاله المشاركة بشكل منتظم في اللعب وبناء علاقات اجتماعية فيما بينهم، كما أنه يمكنهم أيضاً من التعلم والتعبير عن أنفسهم، وبذلك يجعلهم أكثر قدرة على إعادة بناء حالتهم النفسية بعد تأثرها بالكوارث. الهدف من الأماكن الصديقة للطفل هي إعطاء فرصة للأطفال للتعلم واللعب وتطوير وبناء حياتهم والعودة للحياة الطبيعية، إيجاد وسائل تساعد الأطفال الذين يتعرضون للخوف والرعب من جراء الأزمات والحالات الطارئة على التغلب من مخاوفهم، تقديم الدعم النفسي للأطفال وإزالة كافة أنواع الضغوط النفسية والعقلية والبدنية. الفعاليات المقامة في الأماكن الصديقة للطفل: فعاليات المواهب والفنون، وهي عبارة عن التمثيل على المسرح، الموسيقى، الغناء. فعاليات المراسلة، وهي عبارة عن سرد قصص ومناقشات جماعية وحوارات ثقافية. فعاليات رياضية، وهي عبارة عن أنشطة رياضية تشمل كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة والألعاب الرياضية الأخرى والخاصة بأعمال الجسد والحركة. وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي التالي: